اسمعي، في كلام مهم عاوز اقوله لك لمصلحتك. لمصلحتي ولا لمصلحتك؟ يا بركه انت عمرك ما رحت مصر، عارف ليه؟ لانك كنت في السجن سنين طويله. وماله، ده شرف ليا يا ست ناديه. السجن مش دايما يبقى مكان للمجرمين، ده ساعات يبقى مكان للناس اللي بتقول لا لحاجات كتير بتحصل في الزمان.